تعود الحياة إلى المناطق السورية الشرقية رويداً رويدا، وتبقى آثار الحرب تلازم أهلها، فما من بيت إلا وناله نصيبه من آثام تلك الحرب أو مخلفاتها، لتأتي الجهود الإنسانية والطبية وتحد من الآلام ما أمكن. ومنها هذا المركز بإمكانياته المتواضعة يعمل على تركيب الأطراف الاصطناعية بالإضافة لتقديم خدماته للعلاج الفيزيائي. تم افتتاح المركز بتاريخ 27/1/2019. قبل افتتاح المركز احنا بخمس أشهر بدأنا العمل بتركيب الأطراف الصناعية. لتاريخ اليوم استطعنا تركيب أطراف صناعية ل 45 إنسان، أكثر من 400 مستفيد من العلاج الفيزيائي، 33 عملية تصحيح بتر، 21 مستفيد من الأجهزة التقويمية للأطفال. حاليا الكادر بالكامل هو فريق متطوع من معالجين فيزيائيين، من إداريين، من دعم نفسي، من كل متطوع لهذه اللحظة. يعتبر المركز جديدا في تاريخ تأسيسه، يحتاج الدعم الفني والمادي ليغطي احتياجات المصابين ممن طالتهم ألغام تنظيم الدولة التي خلفها وراءه في المنطقة، تترأس إصابات الأطفال رأس قائمة المتضررين. 25% من الإصابات أثناء الحرب، و75% من الإصابات ما بعد الحرب بسبب الألغام والعبوات. نسبة 75% من الفئة العمرية هي أطفال، وعندنا من ضمن الفريق طبيبين أخصائيين جراحة عظمية يشتغلون عمليات مجانية لتصحيح البتر، الدكتور عيطان تركيب أطراف صناعية سواء تحت الركبة ولا فوق الركبة بالنسبة للأطراف السفلية، وتركيب أطراف علوية، هو الاختصاص الوحيد الموجود عندنا بمنطقة شرق الفرات، وهو عنصر متطوع بالمنظمة. ضمن الإمكانيات ركبنا أطراف طبعا من متبرعين وبأشخاص أجوا أيضا اللي محتاج تصليح طرف صلحوا أطراف، ولكن في عنا عدد كبير بحاجة لتركيب الأطراف، ولكن لحد الآن الدعم ما أجا. تدمغ الحرب أجساد أبنائها بندوب لا تندمل بسهولة وسلاسة، وبتضافر جهود المتخصصين يأمل القائمون على هذا المركز ترميم آمال أطفال بإعادة الحياة لمجراها الكريم.